مرحبا. عندما انفصلت عن زوجها تلقت المغنية أديل العلاج 5 مرات في اليوم، هذا ما كشفت عنه مؤخرا لتتمكن من تقديم أفضل ما لديها خلال إقامتها في لاس فيغاس. أديل البالغة من العمر 34 عاما تؤدي حاليا في عطلة نهاية الأسبوع مع سلسلة حفلات أديل في سيزارز بالاس في فيغاس، والتي ستستمر حتى مارس المقبل. وكشفت أنها تتحدث الآن إلى معالج نفسي مرة أخرى لأول مرة منذ أن أجرت جلسات أثناء طلاقها من زوجها السابق سايمون كونيكي في عام 2019. أخبرت أديل معجبيها أنها تريد أن تكون في أفضل حالاتها في إقامتها في لاس فيغاس. قالت المغنية وهي تتحدث على خشبة المسرح: لقد بدأت أتلقى العلاج مرة أخرى لأنني أوقفته لبضع سنوات وكنت بحاجة للبدء من جديد. قبل ذلك أثناء الطلاق كنت أتلقى بشكل أساسي 5 جلسات علاجية في اليوم، لكنني توقفت عن تحميل نفسي المسؤولية عن سلوكي والأشياء التي سأقولها. تابعت أديل قائلة: لكنني الآن أفعل ذلك لأنني أريد فقط التأكد من أنني أتصدر نفسي كل أسبوع للتأكد من أنني أستطيع أن أعطيكم كل شيء. وتابعت أديل: كانت جلسة العلاج بأكملها هذا الأسبوع ممتعة حقا، كان حول هذه العروض. وختمت كلامها قائلة: أنا دائما عاطفية جدا، أحب صناعة الموسيقى، ولكن هناك شيء ما في الأداء الحي يرعبني في الواقع ويملأني بالرهبة. وسط صرخات الجمهور. شكرا لكم.